وهكذا عادت أزمة الأنابيب في مصر مع حلول فصل الشتاء وسط حالة من التعتيم الإعلامي عليها. طوابير امتدت مئات الأمتار بحثاً عن الحلم الذي ربما لا يتحقق وهو أنبوبة غاز. أحد هؤلاء من شباب منطقة عين الصيرة بالقاهرة فقد حياته من شدة فرحه بالحصول على الأنبوبة بسعر منخفض بعد انتظار دام عدة ساعات، في حين امتدت الطوابير في حي منشأة ناصر غير البعيد لعشرات الأمتار. طوابير طويلة، وبالرغم من الطقس السيء خرج هؤلاء المواطنون للبحث عن أنبوبة من مستودع بعدما وجدوا صعوبة في الحصول عليها من السوق السوداء بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني لأكثر من 10 أضعاف، فضلا عن أن البائع حسب هؤلاء يتبع المستودع الذي يفترض أن يبيعها بسعرها الرسمي، في حين ألقى آخرون باللائمة على الحكومة لعدم القيام بواجبها في قضية المراقبة عبر مفتش التموين. الأزمة حسب هؤلاء مستمرة منذ أكثر من شهر وسط حالة من التعتيم الإعلامي عليها. طوابير لم تفرق بين رجل وامرأة، بل اختلط الجميع بعضهم ببعض، وحدثت مشادات دون تمييز من أجل الحصول على المبتغى، كما حدث في الحامول بمحافظة كفر الشيخ بدلتا مصر. بعض هؤلاء أشار إلى أن أزمة المواطن لا تقتصر على غلاء الأنابيب فحسب. الأنبوبة وصلت أكثر من 20 جنيه، والناس قالت لو ب40 و50 جنيه هنجيبها، وما همش لاقيين ومش لاقيين حد. لم يختلف الوضع كثيرا في صعيد مصر، فقد شهدت مدينة مغاغا شمال المنيا طوابير مماثلة من أجل الحصول على اسطوانة الغاز وسط حالة استياء شديدة بطول الانتظار وارتفاع الأسعار. أما في شمال سيناء فيبدو أن الأهالي قد أعياهم طول الانتظار الذي قد يمتد لساعات طويلة وسط حالة من التشكك في إمكانية الحصول على أنبوبة، فقاموا بعمل طوابير من أنابيبهم الفارغة ريثما يأتي دورهم. وهكذا عادت أزمة الأنابيب في مصر مع حلول فصل الشتاء وسط حالة من التعتيم الإعلامي عليها. طوابير امتدت مئات الأمتار بحثاً عن الحلم الذي ربما لا يتحقق وهو أنبوبة غاز. أحد هؤلاء من شباب منطقة عين الصيرة بالقاهرة فقد حياته من شدة فرحه بالحصول على الأنبوبة بسعر منخفض بعد انتظار دام عدة ساعات، في حين امتدت الطوابير في حي منشأة ناصر غير البعيد لعشرات الأمتار. طوابير طويلة، وبالرغم من الطقس السيء خرج هؤلاء المواطنون للبحث عن أنبوبة من مستودع بعدما وجدوا صعوبة في الحصول عليها من السوق السوداء بسبب ارتفاع أسعارها بشكل جنوني لأكثر من 10 أضعاف، فضلا عن أن البائع حسب هؤلاء يتبع المستودع الذي يفترض أن يبيعها بسعرها الرسمي، في حين ألقى آخرون باللائمة على الحكومة لعدم القيام بواجبها في قضية المراقبة عبر مفتش التموين. الأزمة حسب هؤلاء مستمرة منذ أكثر من شهر وسط حالة من التعتيم الإعلامي عليها. طوابير لم تفرق بين رجل وامرأة، بل اختلط الجميع بعضهم ببعض، وحدثت مشادات دون تمييز من أجل الحصول على المبتغى، كما حدث في الحامول بمحافظة كفر الشيخ بدلتا مصر. بعض هؤلاء أشار إلى أن أزمة المواطن لا تقتصر على غلاء الأنابيب فحسب. الأنبوبة وصلت أكثر من 20 جنيه، والناس قالت لو ب40 و50 جنيه هنجيبها، وما همش لاقيين ومش لاقيين حد.